مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. يعقد الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعا خاصا غدا السبت بالعاصمة السعودية الرياض من اجل اتخاذ قرارات جديدة بخصوص النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية. وأوضحت مصادر قريبة من الاتحاد العربي أن الأخير يتجه نحو تغيير اسم المنافسة من البطولة العربية للأندية إلى كأس العرب، كما يعتزم الاتحاد العربي لكرة القدم تغيير نظام المنافسة ليكون شبيها بنظام دور عصبة الأبطال الأوروبية والإفريقية، لرغبة الاتحاد في الحصول على اعتراف بالمنافسة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إذ يرفض فيفا الاعتراف بالبطولة العربية في نسختها الحالية. ويسعى الاتحاد العربي للرفع من قيمة البطولة العربية حتى تكون أفضل في السنوات المقبلة ويكون معترفا بها دوليا، خاصة أن البطولة تعتبر من أغلى المنافسات في العالم، إذ يحصل الفائز على مبلغ يقدر بأزيد من 6 ملايير سنتيم. وتحمل البطولة العربية في نسختها الحالية اسم محمد السادس، وستنظم مباراتها النهائية بالمغرب بملعب مركب الأمير مولي عبد الله، ويمثل فيها الرجاء وفريق أولمبيكاس في كرة القدم الوطنية بعد إقصاء كل من فريقي اتحاد طنجة والوداد الرياضي. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.